احتمالات الشاي في عصور ما قبل التاريخ، كما قال عنه اليونانيون ثم تحولت الى اللغه اللاتينيه بعد ذلك. ده نموذج للكتابه السريانيه، وزي ما احنا شايفين هي اقرب بعد شويه هعرض لكم الخط الكوفي الاول اللي كنت فيه المصاحف الاربعه او السبعه التي ارسلها رسائل بتاع الفن الكتابه السريانيه، ولذلك في رايي يرجح ان ربما الخط العربي تطور عن هذه الكتابه السريانيه. لكن الكتابه المصريه القديمه الديمقراطيه عندما قرأت مصر وتحولت الى القبطيه، ظهرت عندنا زي ما احنا شايفين في المخطوط كده، دي اللغه القبطيه القديمه او اللغه القبطيه التي لا تزال حتى بحروفها مستخدمه حتى الان عند الاخبار في مصر. والمخطوط هذا قديم تقريبا بيرجع لعام 32 ميلادي، زي ما احنا شايفين مزين بالرسومات وبالململمات، وايضا ده الكتابه وشكل الخط القبطي واللي لا زال مستخدم وهيتطور بعد ذلك لكتابه سينائيه. في نموذج اخر للكتابه القبطيه في مراحل تطورها تطورا عند عمال المناجم في شبه جزيره سيناء الى الكتابه السينائيه، وزي ما احنا شايفين قريبه من السريانيه وقفين في نشاتها. هل هي نشات من عدد من الخطوط والاراء؟ انا اشرت لبعضها من شويه، لكن في راي بيقول ان هي كانت تطور من خط المسلك او خط الحميري اللي كانت المملكه الحميه في اليمن دي، وده نموذج منه هو زي ما احنا شايفين ربما يكون قريب الخط